ازيكم؟ صباح الخير، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. الفيديو ده النهارده مخصوص للبنات اللي سألتني عن ايه الفرق ما بين البرفيوم الاوتلت والكوبي والحاجات دي، تمام؟ فانا النهارده هقول لكم بصراحه بمنتهى الامانه رايي انا الشخصي كمان عن تجربه في البرفانات الهاي كوبي، لان انا جربت منهم الفتره اللي فاتت دي كميه معقوله يعني. وبصراحه قارنت ما بينهم وما بين الاوريجينال، اكيد في فروق، اكيد في فروق، بس مش لدرجه التعقيد الفظيعه دي يعني. بصوا يا جماعه، خلينا متفقين ان اكيد في فرق ما بين الاوريجينال وما بين الكوبي ده، لان كمان جوده الزيوت العطريه المستخدمه او انواع الكحول المستخدمه في اللي هي دار العطور الكبيره اكيد مختلفه. سوري معلش بقى، انا عندي الولاد عاملين دوشه. المهم اكيد عودتوا على الموضوع ده اكيد. المهم العطور اللي انا جايباها النهارده دي تمام. العطور دي زي ما قلت لكم من مصدرين اتنين، مصدرين من الناس اللي بتعمل او بتجيب حاجات كوبي يعني. الاتنين حلوين مع شويه فروق هقولها لكم، لكن انا الاتنين بالنسبه لي كويسين. دول كان عندهم كولكشن مختلف عن دول، فانا اخدت حاجات من هنا غير اللي هنا. طيب مبدئيا الست بارفانات دول مش هما الحاجات بس الوحيده اللي انا كنت جايباها هاي كوبي، على فكره كنت جايبه حاجات كتير قوي هوريها لكم تاني ان شاء الله لو عجبكم الفيديو. بس ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب لو انتم اول مره بتشوفوا القناه. هيعجبكم المحتوى جدا لو انتم مهتمين بالحاجات كلها اللي شكلها حلو، الحاجات اللي ريحتها حلوه، هتبقوا مبسوطين قوي. القناه بتاعتي فيها شويه حاجات هاند ميد وفيها حاجات عن العطور كتير لان انا مهتمه بيها قوي. قولوا لي انتم من اي نوع مهتمين بالمجال ده او ده، بتتفرجوا على الفيديوهات دي انتوا مشتركين ولا لا؟ ولو مش مشتركين اوعوا تنسوا تدوسوا دلوقتي على الزرار بتاع السبسكرايب وتدوسوا على الجرس كمان عشان يجيلكوا نوتيفيكيشن كل مره بنزل فيها فيديو. المهم نخش على موضوعنا بقى. الست بارفانات دول من مصدرين اتنين، ده اللي هي الايدال واللي هي الدنتاغليت تمام، جيفانشي، ودي ايدال من لانكوم، وهنا كمان اللي هي لانوي تريزو من لانكوم برضو. دول كانوا من مكان واحد، ودول المكان ده انا جربته كتير كتير مش قادره اقول لكم قد ايه يعني. هنا في اللي هي الديور ادكت او ادكت والهايبنوتيك بايزون تمام. دي انا عندي منها الاوريجينال بتاعها اصلا تمام كده، فانا عارفه الفرق كويس قوي. في اللي هي الفيرزاتشي اللي هي الكريستال نوار، هوريها لكم دلوقتي. دول كانوا من مكان ودول من مكان. طيب خلينا نبدا بدول. نبدا باول حاجه اللي هي لانوي تريزو من لانكوم. دي بصوا دي الازازه تمام، العلبه معقوله، هقول لكم ليه بقول لكم العلبه معقوله دلوقتي. اهي شكلها كده اوكي. طيب سيبنا من العلبه بقى، الازازه مش الاصلي طبعا، الازازه كوبي تمام. الاصلي انا عارفاه بيبقى مكتوب عليها هنا لانوي تمام. ما جبتهاش بس شمتها وجربتها قريب تمام كده، قبل ما بعد ما جبت الكوبي عشان اقارن. الفرق موجود، في فرق ما بين الاوريجينال والكوبي موجود، بس فرق بسيط جدا هتاخدي بالك منه لو انت من الناس المهتمه بجوده البرفيوم. وانا دي حاجه طبعا انا بحترمها وبقدرها، بس هي اهتمامات يا بنات يعني. انا ممكن يبقى اهتمامي دايما بجوده حاجه تانية في حياتي مش لازم البرفيوم، بس ممكن اكون بحب البرفانات فاوكي. فاللي انا عايزه اقوله ما تعقدوش الامور، مش لازم كل البرفيومز تكون اوريجينال، والله مش لازم خالص. وخصوصا ان انا الحقيقه سالت قالوا لي ان الكحول المستخدم في سالت الناس دول الكحول المستخدم كحول طبي، فده بالنسبه لي مهم جدا تمام كده. طيب تعالوا نتكلم بقى في جوده البرفيوم الكوبي. تشبه الازازه الثانيه، بس طبعا الثانيه نقاء وصفاء في الازاز ومفيش الغلطات العبيطه اللي في الازاز دي خالص تمام. لا لا الازاز حاجه ثانيه خالص، فالازازه طبعا مختلف يعني نفس الشكل بس احسن طبعا. البرفيوم بقى بصوا بقى البرفيوم ده يعني انا هقول لكم حالا، هو البرفيوم ده هتحسوا فيه بريحه الليتشي، الفراوله، ريحه الليتشي دي انا بالنسبه لي فاكهه، انا لما دقتها فكرتني بالورد البلدي، كانك بتاكلي ورد بلدي مثلا، فهي ريحه قريبه من كده، مسكره، سويتي جدا 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 البرفيوم دي. ريحتها فيها شويه بخور، هي فعلا في نوتاتها البخور.
موجود فيها حاجات زي الحلويات لانها سويتي قوي مسكره جدا. تمام. ثباتها عالي وتقدري تروحي بيها مناسبه حلوه جدا 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 وثباتها قوي، بس هي قويه وجديده لكن مسكره، فلو انت بتحبي ستايل لافي بان والحاجات دي هتحبيها جدا جدا جدا. تمام كده. طيب نسبه القرب بقى ما بينها وما بين الاوريجينال ايه؟ لا نسبه مثلا 85% تصل ل 90% لما تبرد. يعني لما تبرد هتلاقيها، انا مش هتفرقيها عن الاوريجينال كمان على فكره بقى، لان انا بس اول ما شمتها حسيت ان البرفيوم، طبعا الاوريجينال بيبقى فيه حاجه كده، بيبقى ليه حلاوه كده مختلفه، تحسي ان البرفيوم انت عارفه تشمي الزيوت العطريه بتاعته بنقاء او ب عارفه تميزيهم من بعض، لكن الكوبي بتحسي ان هو التوليفه كلها على بعضها مصنعه بتشميها دفعه واحده. يعني لو الناس بتوع البرفيومز الاوريجينال يفهموا قصدي ايه. فبس في الاخر هي قريبه من الاوريجينال جدا جدا جدا، وثباتها حلو جدا جدا جدا، مش عايزه اقول انها ثابته اكتر. تمام. بس هي ثباتها عالي قوي وانا ارشحها والله، حلو قوي للناس اللي بتحب لافي بال، بتحب الحاجات اللي فيها الشرقي البخور ما فيهاش عود ولا حاجه، بس الناس بتحب الحاجات دي. فدي كانت اول واحده اللي هي لانوي غيزو لانكوم. اوكي انا حاطه حاجه جوه هنا عشان الازازه ما تملش، لان انا ساعات بشك ان الازايز مثلا ممكن تبقى مسيله او حاجه. تمام كده. طيب دي اول واحده. اللي بعدها ايدول. ايدول دي زهريه ورود. تمام. ورود جدا. بصوا العلبه بقى بصراحه الباكنج بتاعها او تغليفها الباكجنج بتاعها حلو قوي، مش عارفه ليه قلت باكنج. بصوا اللي هو اللي جوه ده الكرتون اللي جوه تقيل، بصوا الكتابه جوه بصراحه تحفه. تمام. بصوا حتى هنا، بصوا هنا. تمام. هي الاوريجينال بالظبط. تمام جدا، يعني اللي هو 95%. اوكي. ثبات قوي جدا جدا، هي ورود ورود، بتفكرني قوي بالبرفيومز بتاعت بيربري، عارفين بتبقى دايما فيها الحاجات اللي عامله زي الورود، بحس انها راقيه كده وارستقراطيه كده، فيها سويتنس بس خفيف جدا لكن رقيقه بصراحه، فيها مسك باين قوي المسك جدا يعني بصراحه، والورود مضاعفه فيها فعلا. حلو قوي للناس اللي بتحب الحاجات اللي هي النهاريه. وعلى فكره تنفع بالليل لان ثباتها قوي. تمام. لكن هي يوميه بصراحه بس راقيه وشيك جدا، المسك والورد، هي مسك وورد. تمام كده. مش فاكره فيها ايه تاني، بس ممكن نبقى نعمل ريفيو بقى عن الحاجات دي بشكل مفصل لو حابين. تمام. ودي كانت من نفس المكان اللي جبت منه اللي هي لانوي غيزو بالظبط، فدي ايدول لانكوم، حلو قوي برضو للناس قلت لكم اللي بتحب الحاجات الزهور. طيب تالت واحده معانا لينتر دي ديفانشي. تمام. او زي ما بيقولوا عليها الممنوع. اوكي. بصوا الباكجنج بتاعها حلو قوي ازاي، شايفين؟ اوكي. بصوا الازازه، بصوا الازازه عامله ازاي، شايفين؟ انا بصراحه بيعجبني قوي من المكان اللي اقول لكم عليه ده، الازاز بتاعتهم جودتها دايما عاليه. بصوا الازازه، بصوا الغطا. البرفيوم بقى الاوبتمايزر تحفه، شفتوا بيرش ازاي؟ بصوا بصوا الجوده، والله رائعين بجد، الناس دي رائعه. اوكي. بتشمي اول حاجه كمثرى. تمام. هي فاكهيه سويتي طبعا. واو حلوه جدا جدا، تحسي انها بقى يعني شياكه واناقه وحاجه كده. بصوا حتى بجد يا جماعه البرفيوم دي خطيره تحفه. تمام. تشبه الاوريجينال جدا جدا جدا، انا ما بعرفش افرقها عنها. تمام. زي ما شفت الاوبتمايزر تحفه، الازازه تحفه، الباكجينج تحفه. تمام. حتى الاكسسوارز بتاعتها عاملينها يعني تقريبا زيها. تمام كده. وثبات بقى برده حلو قوي، هي احلى حاجه في دي فوحانها عالي، فواحه جدا جدا. على فكره ايدول برضو عندهم فواحه قوي، لانوي فوحانها عالي بس مش زي دي،
دي فوحانها جبار. كمثرى زي ما قلت لكم تقريبا فيها اللي هو البلاك بيري تقريبا او البلاك كارنت حاجه كده يعني، فيها توتيات تقريبا اعتقد انا شماها برضو، هنتاكد. المهم ان هي سويتي، خلينا نقول اللاين بتاعها سويتي، مسكره فاكهيه. ايه تاني؟ فيها زهور اعتقد، ممكن تبقى فيها فيها زهور بيضه فعلا باينه جدا، ياسمين او فل او الحاجات دي موجوده قوي باينه، بس بطريقه شيك. مش انا ما بحبش الياسمين والفل لما بيبقى واضح خالص، بطريقه شيك قوي مع الفواكه. واو، ومسكره كمان. تمام، فدي يعني هايله. طيب ده كان من بيج اسمها على الانستجرام اسمها فيمينا سيكريتس 1. انا هحط لكم اللينك بتاعهم لان هم ممتازين، وهتلاقي ريفيوهات عنهم كتير كتير حلوه قوي. تمام كده. طيب ندخل على بعد كده، دول كانوا من بي بيرفيوم. تمام، للامانه العطور بتاعتهم حلوه قوي. تمام، بس الازايز ما عجبتنيش بصراحه، مش كل الازايز يعني، يعني خلينا نقول مثلا فيرزاتشي اللي هي كريستال نوار. بصوا اولا الكرتون مش حلو. تمام، بس عشان محدش يزعل مننا، بس بصوا ما عجبنيش التغليف قوي. اوكي، لكن البرفيوم جوه بصراحه عشان يعني شهادة حق تحفه، حلو جدا جدا جدا. بصوا دي هي لونها على بني بيربل كده، في نفس العلامه اللي جوه دي زي اللي في الاوريجينال مثلا. تمام اهي، دي للامانه ما شمتش الاوريجينال بتاعها. تمام كده، بس هي رائعه وفيها شياكه واناقه كده، فيها ريحه عميقه اول ما تشمي، يعني فيها عمق لما تشميها جدا. اولا هي فريش، توابل، فيها توابل، حلو قوي 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 يا جماعه. هي على فكره صيفيه جدا، صيف بقى. اوكي، انيقه كده. عارفين الناس اللي بتحب البارفانات، هي مش رجالي عشان ابقى كلامي بس محدش يفهمه غلط، بس عارفين البارفانات القويه بس في نفس الوقت راقيه وشيك وصيفيه كده ومنعشه، منعشه جدا. حاسه ان فيها حمضيات بس مش متاكده، لكن فيها توابل، فيها حاجه زي الكوكونات تقريبا، خفيف قوي بس زي ما بيقولوا كده، سمعت في ريفيو فعلا دي حقيقه، هو كوكونات يعني سبايسي. تمام، مش كريمي يعني. اوكي، مش زي الكوكونات اللي في هايبوناتيك بويزون، هوريها لكم دلوقتي. فدي حلوه قوي 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 قوي، انا اول مره يعني انا اوكي انا جايباها قريب بس لسه ما يعني ما حطيتهاش، جربتها وشلتها. لا فظيعه، حلوه قوي، عجبتني جدا على فكره، عجبتني اكتر دلوقتي كمان. انا بس يعني بالنسبه لي بس مشكلتهم كلها في العلب بس. تمام، لكن البرفيوم حلو، وثبتها تقريبا 3 4 ساعات للامانه، مش اكتر من كده. اوكي، طيب اوكي ادخل على بعض. بصوا بقى، في دي من هايبوناتيك بويزن، ودي انا كان عندي منها الاوريجينال فانا عارفه قد ايه هي قريبه ولا لا. بصراحه هي زي الاوريجينال بالظبط، نسبه 95% برضو. تمام، الازازه اهي، ده بيكون شكلها في الهاي كوبي، طبعا مش زي الاوريجينال قوي يعني. بصوا حتى، خلينا بقى في ايه، في المحتوى. ثبات دي يعني لايام بقى بجد، ممكن تحطيها تاني يوم تفضل موجوده، هي جباره جباره فظيعه. لوز، سويت، باودر ناعمه، بس في نفس الوقت قويه كده، لانها فيها هي فيها على فكره اللي هو الخوخ وال لا يا ربي مش الخوخ، فيها المشمش، فيها البرقوق مع اللوز مع الحاجات الحلوه المسكره، بودريه قوي. تمام، زي ما قلت لكم تكاد تكون زي الاوريجينال بالظبط، انا بس بقول 95% عشان دايما الاوريجينال فيه اول ما بتشميه كده تحسي ان هو زي ما قلت لكم مكوناته متفصصه وواضحه، لكن هنا بتشمي التوتال على بعضه بس في الاخر مش محدش هيعرف الفروق دي الا المتمرس، عشان ما تعقديش نفسك في عيشتك وتبقي لا عايزه تجيبي الاوريجينال، ما تجيبيش اوريجينال، مش هتعرفي تجيبي اوريجينال والله مش قصه،
الاوريجينال ده الجديد، انا شخصيا على فكره لو هجيب اوريجينال اجيبه حاجه اللي انا يعني السيجنتشر بقى، الحاجه المميزه قوي اللي بحبها قوي، انا دي بحبها قوي عندي منها اوريجينال بحبها جدا. تمام، عايزه اقول لكم اني ركنت الاوريجينال على جنب وبستخدم دي بصراحه. اوكي، فالريحه عندهم برضو لا فعلا تحفه. تمام، دي بتكون كام ملي؟ مش 100 ملي اه، بس زي ما انتم شايفين الباكجينج برضو متواضع شويتين، فده اللي ما عجبنيش في العلب. لكن مش كله، انا زي ما قلت لكم انواع وانواع، يعني ما تحكموش على المكان من ده، انواع وانواع بس. تمام كده، طيب ندخل على اخر برفيوم عشان الفيديو ما يطولش معايا، ودي الديور ادكت. دي برفيوم ناس، بصوا بقى قبل ما نتكلم على اي حاجه، هو اصلا شكل الازازه الاوريجينال مش كده. تمام، هي زي دي بس اللون اللي هنا اسود والخط، وفي خط سيلفر لو دورتوا هتشوفوها. عاملين هنا حاجه كده عشان تقفليها عشان ما ترشش اهي. تمام، تفتحيها تلفيها كده وبعد كده بترشي. تمام، بصوا البرفيوم دي غريبه ومميزه، تشبه الاوريجينال بالظبط، يعني الفرق برضو ولا اي حاجه، زي دي كده بالظبط. هما كلهم بصراحه عندهم هنا تشبه نسخ من الاوريجينال تقريبا. البرفيوم دي فانيليا ثم فانيليا ثم فانيليا ثم فانيليا الى ما لا نهايه، فانيليا كريمي عليها شويه حاجات مشطشطه، متخيلين؟ تمام، بصوا عشان افتكرها، اوكي فانيليا فانيليا وفانيليا، بس زي ما بيقولوا عنها انها شويه عايزه حد يعني مش عشرينات خالص. تمام، لا عايزه سن اكبر، لانها فيها ريحه توابل او ريحه حاجات سبايسي. تمام، عجبتني جدا جدا بصراحه. الكرتونه معقوله احسن شويه من الهايبوناتيك والفيرزاتشي، بس زعلني قوي ان ده ما كانش شكل الاوريجينال. مش هتفرق كتير في الاخر، انا شخصيا مش بيفرق معايا، يعني فرق معايا البرفيوم جوه بس. لكن الازازه مش حلوه يعني قوي، مش احسن من كواليتي طبعا. ده مش بيبقى راجع للمكان، ده حسب هم بياخدوا اي ديجري او يعني اي ديجري او اي درجه في الكوبي. ممكن يكون ده مثلا اعلى حاجه في الكوبي من النوع ده، ما اعرفش الحقيقه. لكن يعني يبقى البرفيوم زي الاوريجينال، هيعجبك ومميز وبيقعد ثباته برده. لا كتير، انا التاني يوم شم الفانيليا بس طبعا بعد ما بقت يعني بعد ما خلاص بقت جفت خالص البرفيوم وهدي خالص وبرد خالص، بقت فانيليا كريميه كده عامله زي فانيليا الخبز والحاجات دي. ده تاني يوم، لكن هي طول اليوم فواحه وحاده. تمام، وغريبه، فهي برفيوم غريبه زي دي بالظبط، تعتبر برفيوم غريبه للي ما شمهاش. فالاثنين دول مميزين وانا بحبهم قوي، دي شياكه كده ورقي واناقه وكل حاجه. اتمنى الفيديو يكون ما طولش قوي يعني. تمام، لو عجبتكم النوعيه دي من الفيديوهات قولوا لي، وانا ان شاء الله انزل لكم انواع تانية وهجرب انواع تانية كتير، وقولوا لي ايه رايكم في الفكره. واتمنى ان شاء الله ان انتم ما تنسوش تعملوا لي لايك والسبسكرايب وكومنتات لطيفه بتاعتكم، واشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. باي باي.